يوم جيتكم بأبن كوكيز تنجموا تعملوه في الدار هشوش من داخل ويتقرمش من برا. خليكم تتبعوا الرسات. في كسرونة باش نحط 225 غرام زبدة ونحطوها على الغاز نطيبوها لين تحصلوا على برنوة زيت. بعد باش نصبوها في سحفة نخلوها تبرد شوي، نزيدوها 3 مغارف ماء خلطوهم مع بعضهم لين تبرد شوية عن الزبدة. وبعد باش نزيد السكر، كيس سكر أبيض وكيس سكر بني. نكمل نزيد عظمتين فانيليا ورشة ملح. الملح باش يعطينا هاك الملوحية البنينة متاع الكوكيز. نخلطهم وباش نزيد الفرينة. استعملت 3 كيسين ونص غربلتهم بالصفية وباش نزيد مغرفة صغيرة بيكربونات. كان جاتكم العجينة طرية برشا تنجموا تزيدوها شوية فرينة لين تتلم تتحصلوا على عجينة طرية. واخر شيء باش نزيدوا الشوكولاتة، الشوكولاتة اللي تحبوا. عملت كيس شوكولاتة قصيتها طروف صغار وزدت نص كيس بيبيت دو شوكولا. نخلطهم ونشكل كعبر بنفس الحجم، حطيته في بلاتون دخلهم للثلاجة ربع ساعة باش يجمدوا. وهكيك يجونا كعبات الكوكيز كلهم كيف كيف. نطيبوهم في الفور على 170 درجة مدة 20 دقيقة. وصحة وبشفاء.